مشاهدينا أهلا بكم. أكثر من 4000 شاشة عرض بثت حرب النجوم ولا تزال، فما هو سر شعبية هذه السلسلة من الأفلام؟ نطل على الرصد الأسبوعي لسباق الأفلام. أمريكا دمعت عيونها حتى الفجر بعد رؤيتها لخدود ماليا المبتلة، وتويتر لا تزال مشتعلة بسجال ميريل ستريب ودونالد ترامب الذي انتقل لكواليس الإنتاج السينمائي. أعتقد أنه إذا كان هناك شيء واحد فقط على الأرض حقيقي فهو أن ميريل ستريب ليست ممثلة مبالغا في تقديرها. أما في شباك التذاكر فهيمنة مطلقة لرابع أسبوع لحرب النجوم التي لا تزال قصصها المشوقة تعكس ربما توق الأمريكيين للمخلص. ولأن أمريكا تعشق التنوع وتحب التميز الثقافي، فقد تنازع هذين العملين في مزاحمة حرب النجوم على الصدارة، فترى من يكون له السبق في انتزاع الرصيد الأوفر من شباك التذاكر. بعد تتويجه القياسي بعدة جوائز في جولدن جلوب، حلت قصة عازف بيانو جاز مكافح يقع في حب ميا وهي ممثلة طموحة من لوس أنجلوس في العصر الحديث في المرتبة الخامسة، وربما تعززت حظوظه الوافرة في نال الأوسكار. مشاهدينا، للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا في استوديو اليوم على الحرة الناقد الفني حمد سيف الريامي. حمد، أهلا وسهلا فيك. وما زال للأسبوع الثالث على التوالي أو الرابع على التوالي راجوان متصدر. أولا فاتن، إحنا تكلمنا عن هالفيلم من قبل أسبوعين، وطبعا قبيل سنة ستار وورز عرفنا إنه جاب مليار دولار في شباك التذاكر. لحد اليوم حقق 477.3 مليون دولار، حيوصل للمليار؟ احتمال 8% راح يوصل المليار دولار. تتوقع؟ نعم احتمال، لأن ما في أفلام يعني مناسبة للمتذوقين العام، انا ما اتكلم عن ناس معينين، عن المتذوق العام يحب يشوف افلام من هالنوعيه، يحب يشيل عياله، يحب يطلع مع اهله، يحب يطلع مع الناس. وتعرفين انا تكلمت قبل فتره ان في اشخاص ما يعرفون شيء عن الفيلم بس يسمعون عن الفيلم ان هذا الفيلم قوي وكبير وايرادات عاليه، فالناس تدخل مثل ما تقولين كقافله كامله. قد ايه سينج تعتقد انه ممكن يسيطر بالاسابيع القادمه ويحتل المركز الاول ويزيح رجوان من الصدارة؟ هي احتمالية بسيطة، يعني بسيطة. سينج مش موانا، أنا في نظري الخاص يعني أنا أشوف موانا هو كان لو أقوى. نزل في هذا الوقت ممكن كان يعمل هذا الموضوع اللي أنت تكلمتي عنه، لكن سينج نعم فيلم جميل وفيلم مسلي ويذكرنا بالأغاني القديمة وفي شخصيات حلوة كرتونية تضحكك وأشياء حلوة مواقف، لكن أنا أعتقد أنه في شوية صعوبة على سينج أنه يزيح راجون. طيب بدنا نحكي شوي عن أفلام عام 2017، نحن بمطلع هالعام، كيف شو توقعاتك؟ يعني شو بتعرف نازل افلام؟ شو حنشوف بهذا العام؟ نعم، السينما الامريكيه لحتى الان ما تعلمت درس من الافلام الاجزاء الاول والثاني والثالث، فراح تكررها ايضا في السنه القادمه، وراح يكون في انتظار لافلام معينه مثل جون ويك اللي هو فيلم اكشن معروف قبل 3 سنوات انعرض. وهو يعني اعتقد الامل الوحيد للفنان كيانو ما اعتقد من بعد فيلم سبيد يعني صعب تحصيل افلام اكشن جميله، فهذا الفيلم الامل الوحيد. وكذلك في فيلم كينج كونغ اللي اسمه كونغ، فجايبينه باسلوب جديد مشوق. سبايدر مان عندك، وعندك فيلم باريس اوف كاريبيان اللي هو ما ادري كم وصل لرقم كم، اعرف 7 ولا 8 في الاجزاء. سو راح يرجع مره اخرى في هذا السنه من الافلام المنتظره ايضا، يعني انا كثير عدد كبير من الافلام منتظره ب 2017. هيدن فيجرز يعني كان عم بينافس بالمراتب ال 17 و 18، هالاسبوع شايفينه بالمرتبه الثالثه. نعم. وهذا تقدم جدا كبير. نعم تقدم جدا كبير فاتن، وهذا
وهذا اكبر دليل على ان احنا دائما نتكلم عن word of mouth اللي هي كلمه الجمهور وكلمه النقاد. الفيلم حصل على نقد ايجابي من الجهه الوطنيه ايضا وليس فقط جهه القراء او الكاتبين. فهذا الفيلم وصل لمرحله بعيده. ليش؟ اول شيء يتكلم عن قصه واقعيه بيوغرافي وقصه بسيطه جدا. الفيلم ما في نجوم نجوم بسيطين يعني مش معروفين او ليس لهم صدى كبير. كيفن كوستنر اللي انا شخصيا بموت عليه وبعتقد انه كتار مثلي. نعم هو ضيف شرف. نعم هو ضيف شرف ولكن موجود يعني. نعم هو الابطال ثلاث بنات. نعم وايضا المخرج هو المخرج بعد ليس بالمخرج المعروف ايضا يعني. نعم. لذلك يعني الفيلم هذا كان يعني نوعا ما بعيد عن الشباك لكنه وصل بسبه المورد وورد اوف ماوث. نعم طيب بيقولوا النقاد قالوا مثل ما انت اشدت قالوا انه الفيلم جدا جيد، النص جدا جيد والسرد القصصي فيه. نعم. رائع، فيلم درامي كوميدي. نعم. للعيله بامتياز. قد اليوم هيدا الفيلم ممكن ينافس على الصداره بالاسابيع القادمه؟ فيلم محتاجين الجمهور في الوقت الحالي لان هذا فيلم ملهم. نعم. مثل ما تفضلت للعائلة للنساء بشكل خاص أيضا وفيلم فيه رسالة معنوية. أنا ما أتكلم أنا ما عندي يعني موضوع أن الفيلم لازم يقدم رسالة لكن الفيلم فيه جمالية تجيك الرسالة لحالها بأي كانت أشكالها لعدة نوع من أنواع المشاهدين. فهذا الفيلم يحمل لك مثل قولي ميوز It's ميوز موفي أور هو ملهم للجماهير. نعم بال2016 شباك تذاكر بال2016 حطم الأرقام القياسية. شو السبب برأيك؟ كل سنة نحن نحصل هذا السؤال وكل سنة يكون نفس الجواب. دور العرض في تزايد، سكان الكرة الأرض في تزايد، وأيضا موضوع أن الأفلام صح السنة هذه الأفلام كانت الأنيميشن مكثفة والأفلام اللي هي سوبر هيروز والأفلام يعني الخيال العلمي. نعم. وأيضا الأنيميتد موفيز نزل كتير أفلام. نعم. رسوم متحركة أنيميتد ميوزيكال وكوميدي. نعم. شو الأحب كان وشو الأقوى؟ الأحب موانا وفي السوبر هيروز كابتن أمريكا يعني كان هو أقوى شيء في الأفلام وأكثر رص. بس أنا في نظري الخاص ديدبول هو الأفضل. ديدبول. يعني. طيب خلينا نرجع على سباق الأفلام وأندر وورد بلاد وورز أول دخوله شمع عطوله يعني بأول أسبوع محقق المركز الرابع. الفيلم فيه تخبط يا فاتن، أول شيء نزل في الشرق الأوسط في نوفمبر وما حقق إيرادات قوية. هو منه الأفلام اللي أنا شخصياً بحبها يعني. نعم. الهورر والمصاصين. نعم. دماء وهيك أنا جداً بعيدة عنه ولكن العالم حابينه. أنا أوافقك الرأي لأن مش أنا أيضا مش من نفس نوعية الأفلام اللي أنا أحبها لأن أفلام كثيرة عملت فيه نفس الموضوع هذا لكن هذا الفيلم للأسف المخرج يعني في تخبط في يعني تكرار الأحداث اللي هي نحن تعودنا عليها ما شفنا شيء جديد. اللهم بعض الأشياء الجرافيكس ممكن يعني تلبي الطلب لكن الفيلم ليس بالمستوى الفني القوي. السجال الطاغي اليوم ما بين معركة ميل ستريب وأيضا دونالد ترامب خصوصا بعد دخول. نعم. بين أفليك وجورج كلوني. كيف بتفسره وهل شهرة هالفنانين بتأدي لإثارة الجدل والبلبلة؟ نعم. أكثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمختصر؟ لا هو في أمريكا ما أعتقد راح تأثر أمريكا بلد ديمقراطي. نعم. وموضوع جد بسيط عندهم هالمواضيع. نعم. هذه شكرا لك حمد. ملتقانا بيجدد إذا الله راد الأربعاء القادم. مشاهدينا بعد قليل وقفة فنية مع ضيفنا الفنان فادي حرب وآخر أعماله الغنائية. الكلام الهيئة هيديك الأيام راحت.